الماتش النهارده؟ خش يا كابتن اشرف. والله الواحد يعني الواحد حزين جدا على شكل الفرقه. يعني سيبك من الخساره، طبعا الخساره وارده في اي مباراه انت بتلعبها، صح. وفي الكوره طبعا احنا امبارح كنا متخوفين جدا، وقلنا على الاقل حتى لو انت ما كسبتش ما تخسرش المباراه، لكن ما كناش متخيلين ان اداء الفريق كان هيبقى بالشكل ده. اداء مغزي جدا، ما فيش اي روح موجوده في الملعب. برضه انا مش هتكلم على كيروش دلوقتي، لان ده لو قعدنا نتكلم عليه حلقات وحلقات كتير جدا على انتقادنا ليه في الفتره بتاعت كاس العرب، وهو ما اتغيرش بل للأسوأ. يعني هو راح للأسوأ دلوقتي، يعني ما بقاش فيه تعديل للاحسن. شكل الفريق والتشكيل اللي اتلعب بيه النهارده، يعني من الواحد وهو قاعد بيتفرج مش مصدق. انا كنت متخيل ان في بدايه اللقاء في وجود مصطفى محمد ناحيه اليمين وصلاح في القلب ومرموش ناحيه الشمال هيبقى في عمليه التغيير دي بعد دقيقتين او ثلاثه بالكتير، اللي هو بيلخبط في الفريق النازل في الاول وبعدين يلعب طبيعي. وانت لخبطتنا احنا، يعني انت لخبطت فرقتك مش لخبطت الفرقه، وقللت اضعفت امكانياتنا. ويعني ايه لخبط الفرقه الثانيه؟ يعني ايه؟ مش فاهمها دي في التكتيك بتاع مدرب، المفروض مدرب كبير بحجم كيروش. يعني ايه ان انت بتلخبط انت في ده؟ اما الفرق بتاعت اللي احنا بنتفرج عليها في الدوري الانجليزي والفرنسي والايطالي هم عارفين ان هم محمد صلاح بيلعب كده بالظبط كده، وصلاح بيروح وبيهدف وبيجيب وبيعمل وبيبقى بيتفوق على كل الناس اللي موجوده، ودي اللي وصلته في المرحله اللي احنا فيها ان هو مصنف ان احسن لعيبه اللي موجوده في العالم. طب وعندك مصطفى محمد هو ما بيلعبش الا في الحته، انت بتلعبه ناحيه اليمين ليه؟ انتقاداتنا كلها الفتره اللي فاتت ان انت كنت بتلعب محمد شريف مش مكانه، واللعيب فلاني ده مش مكانه، اللي فوجئنا برضو بتعمل حاجه غريبه جدا. يعني الواحد عايز يقول حاجات كتير، بس الواحد برضو احنا عندنا لسه في امل، يعني في مباريات لسه بدري. لكن النهارده برضو امبارح انا انتقدت اللي قلت اللي هيبقى هيعمل حاجه غير منطقيه بوجود تريزيجيه في المباراه. ولاعب تريزيجيه، يعني انت بتلعب تريزيجيه في مكان المفروض انت بتقول عليه 8. انا مش شايف ان هو 8، انا كنت شايف ان هو 6 النهارده. ليه بقى؟ لان كان بينزل السلم من تحت من عند المدافعين ويبتدي يعمل عمليه تمرير، ما استفدتش بيه في اي حاجه خالص. وايه فكره ان النني يطلع بره يخلي فتوح يزق فتوح لقدامه، النني يبقى هو اللي بيلعب ناحيه عند فتوح؟ يعني انا ما استفدتش ولا بالنني ولا بتريزيجيه ولا بحمدي فتحي النهارده الثلاثة. هو غير كل انا الشكل. انا بقول لك اهو، يعني حاجه غريبه جدا كانت بتحصل عكس قدرات وامكانيات اللعيبه ومراكزهم. انت لخبطت الفرقه بتاعتك ولخبطت لعيبتك وامكانيات كل واحد في مركزه ما بقتش موجوده تماما، لغيتها. يعني محمد صلاح انت عندك واحد من احسن اللعيبه الموجوده في العالم في المكان ده، بتحطه في حته تانية عشان يبقى هو تحت ضغط اكبر، ويبقى في واحد بيضغط عليه، واحد بيعمل عمليه تغطيه، ما بتدلوش المساحه اللي هو الموجوده. تريحت نيجيريا، هو انت ما كنتش دارس فرقه نيجيريا؟ او انت مش دارس فرقتك، مش دارس الفرقه الثانيه، انت مش دارس فرقتك. فانت ليه مش دارس منتخب مصر لغايه دلوقتي؟ لا انت مش عارف، انت مش عارف توظف لعيبتك صح في الملعب. فين التوظيف السليم ان انت هتقابل؟ فين الاستراتيجيه اللي انت بتلعب بيها لما تقابل فرقه بحجم نيجيريا النهارده، بالقوه البدنيه، بالسرعه اللي موجوده، بالتمرير السليم اللي كان موجود؟ فين انت بتلعب ازاي؟ ايه الاسلوب اللعب النهارده اللي انت لعبت بيه؟ ولا هو دفاعي ولا هجومي ولا استحواذ ولا اي حاجه خالص. يعني ما فيش حاجه من الحاجات اللي احنا كنا نتمنى ان منتخب مصر يظهر بيها. تخيل النهارده ان ما فيش ولا واحد ممكن تديله فوق الاربعه من عشره او ثلاثه من عشره، ولا واحد.